يقول: أشكل علينا تعريف النبي أنه لم يؤمر بتبليغ رسالته، فكيف أوحي إليه شرع وهو غير مأمور بتبليغ الرسالة؟ وما حكم من أنكر هذا التعريف مطلقا؟ الذي ينكره لم يفهمه، لو فهمه ما أنكره. نحن قلنا إن النبي ما يبعث بشريعة جديدة، وإنما يبعث بشريعة من قبله، فهو يبلغ شريعة من قبله، يبلغ شريعة من قبله من الرسل.